اليوم راهي تقريبا الكمية اللي راهي متوجهة للتصدير خلال السوق الأوروبية في فرنسا تقدر بحوالي 25 طن. هذا عملية التصدير راح تشجع الفلاحين اليوم، وخاصة المنتوج هذا بيولوجي، راح يشجع الفلاحين يعني بالاستقرار، ويعني ممكن يزيد وسعه من المنتوجات تاعهم البيولوجية وفي الحقل، وخاصة يعني العام هذا راه شهدنا انتاج وفير من هذه المادة. وعلى ما يخفاكمش باللي عملية الجني بدات شهر أبريل. كاين نخدموا ثاني بزاف صوالح كيما البطاطا كيما الطماطم كيما الاخرين، خدموا بزاف السلعه نتاع الواد، باسكو هنا في الواد توفرت الامكانيات التوظيب وامكانيات المفتشيات الفلاحه، يسهلون الاوامر، يسهلون ان شاء الله نورمالمون عند اون كونتينيتي نتاع الدلاع حتى وين تكمل لا سيزون. المصالح نتاعنا تاع حمايه النباتات راح ترافق المصدر هذا بكل الاجراءات التقنيه اللازمه. الشحنة هذه راح موجهة إلى فرنسا عبر ميناء سكيكدا، ورايح تليها شحنات أخرى إن شاء الله، لأنه موسم الجني راه متواصل من شهر أبريل حتى شهر أوت.